بيه. يلا دونك نعاود اي دونك الانتجرال عملنا ديفينيسيون يا جماعه. شفنا كيفاش نحسبوا انتجرال تو سامبلومون، نحسبوا بريميتيف وبعد نعوضوا بالبورن سوب وبعد بورن اف ونحطوا موا بيناتهم. هذا الفوقانيه تسمى بورن سوب والثانيه بورن اف. به عملنا لي بروبريتي، شفنا ريلاسيون تشال كيفاش ندخلوا معناتها بوان ريال في وسط انتجرال. عملنا اكزامبل وبعد خدينا هذه كل مره عطيتكم تصويره. كل مره نشوفوا البارتي هذه دي معناتها كيفاش نحسبوا لير الجبريك نتاع دي تنجم تكون بوزيتيف كيما نيجاتيف. عملنا لي كالكول ورينا وقتاش تجي بوزيتيف وقتاش نيجاتيف، وعملنا الك هذا وقت اللي تبدا بوزيتيف ونيجاتيف فرد وقت. باهي من بعد خدمنا ليكزرسيس 1 شفنا كيفاش نصلحوا معناتها نزيدوا زدنا تمكنا شويه من الانتجرال. ومن بعد عملنا لدينا انتجراسيون بار بارتي بي خناحي هذه لحظه بركة عندما فلاشات زايدين. احنا توا اخش خدمت لكم انا وقت خدمت لكم الاكزامبل الاولاني وخدمت لكم الاكزامبل الثاني يظهر لي او بلوتو الثالث خدمت الثالث باش نصلح هذا برك هذايا هكايا. وقلت لكم الثاني والرابع تو نخدموهم مع بعضنا لهنا نصلحوهم في السيونس هذا لحظه برك هكا وصلنا غاديك. دونك انا حي الحصه هذايا يلا نبدا. دونك توا اكزرسيس دوزيامون في الاكزرسيس دو يلا شنو قال لي توا قال لي اي الانتجرال انتر 0 اي بي سور 2 دو شكون اكس بلس 2 فوا كوسينوس 2 اكس دي اكس. قلنا باينة على الاخر كي تبدا عندك بولينوم و فونكسيون تريغونومتريك هذوما ميم با يقبلوا لبعضهم، دونك لازمك تعمل انتجراسيون باغ بارتي. باهي للي مش فاهم الفورمولا تاع انتجراسيون باغ بارتي خلينا نجيب له لحظه برك الوحده هذه بالوحده جديده. يلا دونك اخر مره هاي الفورمولا قلنا نمشيو نحطو وحده معناتها نختار وحده زوز وحده فيهم وحده باش نديريفي ولا خاصنا نعمل بريميتيف ومن بعد نطبق الفورمول هي الفورمول هذه داكوردو. باهي يلا دونك كالعاده اون بوزيو اون بوز ناخذ وحده فيهم هي الاو الثانيه هي في بريم باهي او دو اكس و في بريم دو اكس. انا من المستحسن ناخذها باش نديريفي اللي باش نديريفي المستحسن ناخذ البولينوم هذاك. علاش؟ خاطر كي نديريفي نتخلصو منه يتنحى كومبليتمون. يلا واش نعمل بريميتيف هي كوسينوس 2 اكس. يلا دونك السيستم هذا ايكيفالون لنا السيستم هذا خلينا نبعثوهم شويه على بعضهم ردوا بينا الميكرويتنا يا جماعه. باهي يلا دونك هذا هو السيستم الاولاني السيستم هذا ايكيفالون للسيستم هذا. يلا دونك ديريفي او شنو تعطيني ديريفي تاع اكس بلس 2 تعطيني واحد. يلا في دو اكس شكون يقول لي قداش البريميتيف تاع كوسينوس 2 اكس يا جماعه؟ فما ان دومي هكاك بالضبط. بريميتيف تاع الكوسينوس هي سينوس يعطيك صح دونك سينوس 2 اكس فوالا هكاك بالضبط. يلا دونك كيفاش اون انتيغرون بار بارتي خلينا نعملو ريداكسيون كومبليت اون انتيغرون بار بارتي اون اوبتيان. يلا الاي شنو يولي عندي ركزوا معايا قلنا نعملو كروشي نتاع هذي في هذي موان الانتيغرال نتاع هذي في هذي واضحة؟ هكاك هو ال هذيك هي الفورمول دانتيغراسيون باغ بارتي. دونك كروشي x بلس 2 فوا v دونك فوا ان دومي بون مانساش نحطوها هنا يعني ديما العديد نحطهم على الشيرة اما مانساش فوا سينوس 2x انتر 0 اي بي سور 2 موان لانتيغرال شوفوا واش عندي هذي في هذي واحد في اي حاجة تقعد هي نفس الحاجة واحد واحد تنح ان دومي ما وعدت خنخرجوا على بر واضح وتاخذ السينوس 2 اكس فوالا دي اكس بالطبيعه انتر 0 اي بي سور 2. يلا تو في الكروشيه الاولى شي باش نعمل نعوض بالبي سور 2 اش تولي لي ترا تعطيني 1 دومي فوا بي سور 2 بلس 2 هكايا فوا سينوس قداش 2 اكس معناتها 2 فوا بي سور 2 سامبليفيكاسيون تعطي سينوس بي وسينوس بي باش تعطي 0 يا جماعه. باهي هذه الحاجة الأولى موا كي نعوض بالزيرو تعطيني أن دومي فوا زيرو بلس دو نخدم لكم شوية بشوية ونورمالمون راه نجم نعملو بزربان فوا سينوس دو فوا زيرو تعطيني سينوس زيرو. يلا من بعد تعرف شنو نورمالمون نعمل بي سور دو نعوضها دو فوا بي سور دو تعطي بي سينوس بي صفر تك تطيش طول صفر نعوض سينوس زيرو زيرو تك تطيش طول يعني نحطها ديريكتومون زيرو عندك الحق تحسب هكاك. باهي المفيد بي تراه تو البريميتيف نتاع سينوس 2 اكس يا جماعه قداش البريميتيف نتاعها؟ موان 1 دومي كوسينوس اكس كوسينوس 2 اكس تقصد دونك موان 1 دومي كوسينوس 2 اكس فوالا انتر 0 اي بي سور 2. باهي نفسر علاش وي هات
بلي خلاص عرفت وين نبدا. انت حضرت السيونس اللي فات ادم؟ ما هو اللي انت فاكرك حضرت؟ اي حضرت به. اخر مره عملنا الاكزرسيس دو خدمت لكم الاولى والثالث، انا توقع نصلح في الثانيه والرابعه، فهمت؟ به يلا. دونك هذا يعطي زيرو وهذا يا جماعه تعطينا زيرو. باش نفسر ساعه علاش بريميتيف تاع هذا السينوس بريميتيف نتاعها هي موان كوس، هاي موان كوس موجوده ونقسموا على الاكر عاده، دونك ديك اش موان زان دومي. ما تفهم يلا، مادام هذه صفر هذه كلها تمشي صفر، هذه كل يتنح وهذه صفر، دونك هذه كل يتنح. ما تفهمي ترى موان زان دومي في موان زان دومي تعطيني ان كار. يلا نعوض بالبي سور دو تعطيني كوسينوس، دو فوا بي سور دو تعطي بي. بي تاو موان زان دومي في موان زان دومي تعطي بلس ان كار، دونك تقعد لي الموان هذيك كوسينوس قداش؟ كوسينوس زيرو، ان كار فوا كوسينوس زيرو. يلا نحسبوها هاي، كوسينوس بي تعطي موان زان، موان زان في ان كار تعطيني موان زان كار، موان زان كار كوس زيرو تعطي ان، دونك تعطيني موان زان كار، موان زان كار الا ربع الا ربع تعطيني موان زان دومي، دونك نورمالمون الانتجرال تاعي تعطي موان زان دومي. شكون خدمها يا جماعه وطلعت له نفس الريزولتا هذا؟ مش عاد ما بدلناش السيري هذاك علاش؟ اه اوكي 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 فهمتك، اي عندك حق. باهي لحظه برك هذاش بنجمش، باهي حاسب مش مشكل تاع هذا. ناخذو انتغرال x plus 2 فوا كوسينوس 2x اوكي 2x entre 0 puis sur يلا دونك نعوضها على هنا حطيتها اون دوغري حنحطها اون غاديون ايغال تعطيني هكا موان زان دومي، يعني خدمتي سافا صح. باهي بخاصك هذايا فوالا. يلا اون باس نخدمو الرابعة. الرابعة هي فيها شوية كسوحة يا جماعة، يلا خلينا نشوفوها كيفاش. دونك نعاودو نكتبو اي ايتيغال لانتيغرال اونتر 0 بي سور 2 تاع اكس او كاري بلس اكس بلس 2 باش نتعلمو فيها فازة جديدة فوا سينوس 2x. لهنا كيف كيف نعمل انتيغراسيون باغ بارتي. يلا كالعادة اون بوز ناخدو او دو اكس، هي كالعادة بولينوم اللي قلنا عليه، دونك اكس او كاري بلس x بلس 2 وال في بريم دو x هي سينوس 2x. يلا هاي السيستم هذا ايكيفالون للسيستم هذا، دونك او بريم دو x ايكال قداش؟ هاي الديريفي نتاعنا هو 2x بلس 1 هكا ولا ساهل. يلا في دو x قداش البريميتيف نتاعنا؟ البريميتيف نتاع سين هي موان كوس ونقسمو هاك ال ا، دونك موان كوسينوس 2x فوالا. دونك اون انتيغرون باغ بارتي كالعاده، خلينا نجيبو هاك الجمله ما نقعدش نعاود نكتب. يلا اون انتغران باغ بارتي اون اوبتيان شنو؟ فوالا دونك ال اي شي مش تكون ايغال قداش الكروشي هذه في هذه، دونك هاك عندي موان زان دومي ديما عملت لها فما شي حد تحطهم على شي رخيم. هذا يا اكس او كاري بلس اكس بلس 2 ملتيبلي بار كوسينوس 2x انتر 0 بي سور 2. به توا هذه في هذه شتعطيني؟ باش نعمل ركز معايا في القاعده، تدخل فما موان شتولي بلس، عندي عدد ان دومي حطو على شير شتولي تاو الانتيغرال انتر 0 بي سور 2 دو شكون 2x بلس 1 في هذا 2x بلس 1 فوالا فوا كوسينوس 2x x. باهي هذا ماني باش نحسب ونعوض وكذا، اما عندي مشكله صغيره اللي هي شنو؟ هذه اللي جاتني في الانتغرال الثاني ما تتحسبش زاد ديريكتومون، خاطر كيف كيف بولينوم في فونكسيون تريغونوميتريك. يلا شكون يقول لي شنو عملت في الحاله هذه؟ يلا هاي شكون يقول؟ نسيو نعملو انتغراسيون بار بارتي لها. صحيح كي هيك بالضبط، يعني حتى انا كي جاني انتغرال كيما هكا فيه معناتها بولينوم في تريغو، كيف كيف نعمل انتغراسيون بار بارتي؟ معناتها انت تتسمى في الكذا عمل دوبل انتغراسيون بار بارتي، معناتها عملتها مرتين. تقول لي منين باش تجي المخ؟ تجي مخك يا جماعه، تجي مخك خاطر لهنا ما تخدمش هذا تو سامبلومون. ظاهر بولينوم في تريغو قلنا ديما نعملو انتغراسيون بار بارتي، مش كان في بولينوم في تريغونوميتري في فونكسيون تريغو مثلا لهنا في التروازيمو عملنا انتغراسيون بار بارتي. علاش؟ خاطر فماش تريغو كوميم عملنا انتغراسيون بار بارتي، خاطر ما فماش قاعده تنجم تخدم لي هذايا تعطيني بريميتيف تاع هذي، فهمتوا؟ نفس الشيء لهنا ما عنديش قاعده تعطيني بريميتيف تاع هذي، دونك نمشي نلجأ للانتغراسيون بار بارتي. باه يلا دونك شوف شنو نعمل انا، باش نسمي الانتغرال هذايا هو جي، باش نسميه مو هذاك اسمه اي ذي جي، باش نقف على الخدمه نمشي نسميه جي نخدمه وحده ساعه ومن بعد يعمل يلا دونك باهي خلينا نكمل هذه نحسبها ميساج. شوف باش تعطيني كنعاود بالبي سور دو تعطيني كوسينوس بي، بون باش تجي حسب هذا. يلا لهنا بي سور دو كاري بلوس بي سور دو بلوس دو فوالا فوا كوسينوس قداش؟ دو فوا بي سور دو تعطي بي. ب موان
موان موان ان دومي شتوال بلوس ان دومي فوا نعاود بصفر صفر 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 تعطي دونك ثني فوا كوسينوس زيرو وعنا بلوس ان دومي فوا جي خاطر جي شكون اللي خديتو جي يا جماعة كان الانتجرال هذاك هو بلاش ان دومي دونك هاو باش نعمل باش ناخذ من هنا لهنا هذايا هو ايجال جي مفهوم يلا نكمل نحسب خلينا نحسبو للاخر ومن بعد نحسب الجي وحده يلا دونك شي باش تعطيني لهنا بون كوس بي يا جماعة ايجال موان 1 هذايا خلينا نحط لكم كوس بي ايجال موان 1 وكوس 0 ايجال 1 هذايا موان 1 موان موان توالي بلوس يعني باش نعمل ان دومي في هذوما الكل دونك تعطي ان دومي فوا بي كاري سور 4 بلس 1 دومي في البي سور 2 تعطي بي سور 4 راهي ما عادش موان 1 دومي خاطر الموان موان طار 1 1 دومي في 2 تعطيني بلس 1 فوالا ولهنا 2 و 1 دومي 2 و 2 هذوما يطيروا هكا دونك تولي بلس 1 مرة أخرى تعطيني بلس 1 دومي فوا جي نكملوا نحسبوا هذا يستر الأخر ومن بعد باش نحسب الجي دونك إي تيغال 1 دومي في 4 هاني جاي هكا بلس بي سور 4 بلس 1 و 1 تعطي 2 بلس 1 دومي فوا فوا جي باه بربي الله باه نعاود خاطر جي هذا ما هو انتجرال ما نعرفش عليه قداش انا كيفاش نحسبه سميتو جي باش نخدمو وحده انا تو داكوردو شكون سالتني؟ اني يعني ما فهمتش كيفاش ما تعرفش كيفاش باش تحسبه هذا ما نعرفش كيفاش نحسبه فعندك قاعده تعطيني البريميتيف نتاعو وانت شاديه ما عندكش قاعده تعطي تو لهنا كي عملت في الترونجال في الكاليفات انت كي جاك الانتجرال الثاني دي بعد عملنا انتجراسيون بار بارتي سينوس دو اكس نجم نعمل لو بريميتيف او طبقتها هي ما تعطي مقا هي نجم بار كونتر كي يجيني انتجرال كيما هذا ما نجمش نعمل البريميتيف تعطيني بريميتيف نتاع هذا في هذا ما عندكش دونك سميتها جي باش نخدمها وحدها فهمت فهمت امريك دونك جي يا جماعه خلينا نعاودو نكتبوا اللي هي الانتجرال اونتر 0 pi sur 2 de chou 2x plus 1 fois c'est cosinus ok 2x dx quelle est la intégration par partie il y a la nerveau u de x en pose voilà. Et il y a 2x plus 1 ou le v' de x et il y a cosinus 2x voilà. Donc système est équivalent au système suivant donc u' de x est égal à 2 ou le v de x est égal à la barca cosinus 2x prime qui fait ta cos est sinus hein? Donc 1 demi sinus 2x yalla donc grade en intégrant par partie yalla on obtient j égale à kadesh on accroche une ta heavy fi heavy donc t'as tini 1 demi fois 2x plus 1 fois sinus 2x b n'imbadha entre 0 pi sur 2 btba moins heavy fi heavy t'as raison à bada fini fil 1 demi t'naha ma bada donc t'as l'intégrant ta sinus 2x à kaha dx entre 0 pi sur 2 ترى كي تشوفوا تاو هذا يتحسب ما في حد شيء داكوردو يلا هاي نكملوا نحسبوا هنايا دونك تعطيني بي سور 2 في 2 تعطي سينوس بي تعطي 0 وهذه 0 تعطي 0 هذه الكل هاي يا جماعه باش تعطي 0 كي نعوضوا يلا هذه شنو باش تعطيني سينوس 2 اكس بريميتيف تاعها موان كوس موان موان توالي بلوس هاي موان البر ها خدمتها بشوي كوسينوس 1 دومي نيرس موان 1 دومي cosinus 2x entre 0 et pi sur 2 voilà moins moins toi les plus نعاود بالبي سور 2 تعطيني cosinus plutôt 1 demi cosinus pi moins 1 demi cosinus 0 يلا هذه moins 1 في 1 demi تعطيني moins 1 demi وهذيك moins 1 demi moins 1 demi moins 1 demi قداش تعطيني يا جماعه تعطيني moins 1 voilà donc j'ai طلع لي moins 1 جمله نمشي نعوض لهنا باش ناخذ هذه كامله دونك الاي نرجع للاي تاو اي تيغال هذا ايغال بي او كاري سور 8 بلس بي سور 4 بلس 2 بلس بلس 2 بلس 1 دومي فوا قداش فوا جي اللي هو موانز 1 دونك تعطيني بي او كاري سور 8 بلس بي سور 4 يلا هذا يا ستولي موانز 1 دومي 2 نحي من 1 دومي تعطيك 3 دومي فوالا هذه هو الانتجرال نتاعنا يا جماعه شنو هي مفهومه